هدي النماس في إزمير، هناك خشية ربما لدى بعض أطراف المعارضة من ألا يكون هناك إقبال بكثافة كما كان الحال في الجولة الأولى. هل هذه المخاوف أيضا مرصودة في إزمير، خصوصا وأن عادة هناك ارتياح يعني نتيجة التصويت في إزمير، فربما هذا قد يعكف البعض يثنيهم عن المشاركة بالإقبال نفسه؟ نعم نجلاء، ربما هذه المخاوف تأتي أكثر من ما حدث داخل تحالف الطاولة السداسية. هناك تخوف هنا في إزمير يتجه أكثر لترقب ما ستفرزه أصوات كل من إسطنبول وأنقرة. آخر الأصوات التي خرجت من إزمير قبل دخول البلاد بالصمت الانتخابي كان لرئيس بلدية إزمير تنوتش سويار، حيث قال في تغريدة له عبر تويتر: تجولنا في كافة الأزقة واستمعنا إلى الأصوات التي تنادي للديمقراطية والعدالة، ونحن جاهزون لتحقيق هذا مع تتويج أو مع إدخال كمال كليتشدار أوغلو لجعله رئيسا للبلاد. هذه الثقة التي تحدث بها سويار دفعت شباب إزمير للتساؤل والرد عليه عبر التعليقات عن العدالة التي يتحدث عنها، مع وجود الكثير منهم عاطلين عن العمل. فبحسب الأرقام الرسمية في عام 2021 نسبة البطالة في إزمير وصلت إلى أكثر من 14%، ونسبة الفقر بحسب الأرقام لعام 2022 تجاوزت 21%. هذه الأوضاع الاقتصادية وهذه النسب في هذه المدينة التي تقع في نقطة مهمة، هي على أنها مدينة سياحية، هي نقطة تجارية مهمة قد تدفع شباب إزمير ربما هذه المرة لتغيير اتجاهاتهم وولائهم لحزب الشعب الجمهوري والذهاب لتغيير كفة أو تغيير أصواتهم لصالح حزب العدالة والتنمية الذي يمكن أن يحقق له شيئا بالنظر إلى الغالبية التي حققها في البرلمان.